اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في موزاي كلاب ستوديو. معاكم زين. النهاردة هنتكلم عن مؤامرة في القصر الملكي. ايوه، مؤامرة في القصر الملكي. ايه اللي حصل في القصر الملكي؟ الاول ونتكلم سنة 1872 نجح المتحف البريطاني في لندن ان هو يحصل على مجموعة السير انتوني تشارلز هاريس. ومجموعة هاريس دي كان فيها حاجات مهمة اوي. حاجات مهمة ازاي؟ كان فيها بردية هاريس الكبرى. بردية هاريس الكبرى دي حكايتها ايه؟ إن هي البردية دي تعتبر بردية من أطول البرديات اللي موجودة في العالم كله، أو أطول النصوص المكتوبة على، بس مش أي ورق، دي مكتوبة على البردي. البردية دي بيوصل طولها لحوالي قد إيه؟ 42 متر. تخيل لفة معمولة من البردي، فنتخيل إن الورق ده هو ورق البردي، اللفة ملفوفة كذا مرة مثلا بتخن تلاجة من التلاجات بتاعتنا اللي هي 16 قدم. فاللي حصل إن هما حصلوا عليها، فجه المتحف البريطاني عشان يحاول ان هو يحافظ عليها بطريقة افضل، فهو قطعها لخمس اجزاء عشان حفظها وتناولها وبعد كده دراستها وفحصها تبقى اسهل كتير بالنسبة له. فاللي حصل ايه؟ ان البردية دي هي مكتوبة في عهد مين؟ مكتوبة في عهد رمسيس الرابع. طيب بتتكلم عن ايه او حكايتها ايه؟ بتتكلم عن حاجات حصلت في بداية عهد الاسرة العشرين الحديثة. احنا بنتكلم في حوالي 1150 قبل الميلاد. جميل. وبتتناول بالخصوص مين؟ عهد رمسيس الثالث. ده رمسيس الثالث هنتكلم عنه. اللي حصل على اساس ايه؟ ان هو اول ثلاث اجزاء قطعها المتحف البريطاني كانت بتتناول ايه؟ بتتناول اللي بيقدمها الملك رمسيس الثالث لمين؟ الملك رمسيس الثالث انه هو كان ملك محب او كان ملك مثلا متعبد للالهه وبيحاول ان هو يقدم الهبات والعطايا كتير او على طول بيتبرع للناس ديت. فاول ثلاث اجزاء دولت كانوا بيتكلموا عن العطايا والهبات بتاعته. اوبت اللي هي طيبه، وخمسين كيس من الحبوب. تخيلوا دي كمية ضخمة جدا بوقتنا الحالي، فتخيلوا وقتهم هم كانت الكمية دي قد ايه. دي كمية كبيرة قوي. ودي وهبها لمعابد مين؟ لمعابد الاله امن را. فين؟ في اوبت او اللي هي الاقصر. طيب اغلب البردية نفسها عبارة عن تصويرات. التصويرات دي بتمثل ايه؟ بتمثل الملك رمسيس الثالث وهو بيقدم العطايا والهبات او بيقدم او بيتلو الصلوات امام السواليس المختلفة. ايه السواليس ده؟ كل مدينة من المدن المصرية القديمة كان في ليها ثالوث. ثالوث، الثالوث دوت هو ايه؟ وام دوت كان دايما موجود في المدن المصرية القديمة. عندنا اشهر جزء متصور من البردية ومنشور عالميا عندنا الجزء دوت. الجزء دوت بيمثل لنا رمسيس الثالث قدام مين؟ قدام بتح او بتاح، الاله بتاح اللي هو رب الفنانين والمثالين والنحاتين، اللي هو اول الفنانين في مصر القديمة، وهو الاله الرئيسي في الثالوث الخاص بمدينة منف. جميل. وبعد كده عندنا مين؟ عندنا سكمت او سخمت او الغاضبة اللي هي بتمثل على هيئة رأس أنثى الأسد أو اللايونيز وجسد امرأة. وبعد كده عندنا مين بقى؟ عندنا
اللي هو احنا ممكن نقول عليه ان هو اله العطور او المسؤول عن الرائحه العطره. فهنا دوت السندروس بمدينه منفس، وعندنا رمسيس الثالث بيقدم العطايا والهبات. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على اول ثلاث اجزاء من اللي قطعهم المتحف البريطاني. الجزء الرابع بيتكلم عن اللي هي الندرة الكلام عنها، او اللي هي ممكن نقول ان هي الفئه الدنيا او اللي ما حدش عنها او بيتناولها بشكل كبير. دي حاجه. الحاجه الثانيه نيجي بقى للجزء الخامس، والجزء الخامس ده بقى فيه البلوه كبيره بقى اللي احنا عاملين عشانها الفيديو ده. بيتكلم عن املاك المعابد خلال فتره او خلال عهد الملك رمسيس الثالث. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيتناول ايه؟ بيتناول عندنا البدايه او الارهاصات اللي احنا ممكن نقول عليها اللي هو الافكار او المقدمات اللي عملت لنا تكون او تكوين الاسره العشرين من مصر القديمه، ايه اللي حصل وحصل الناس كلها ترتيبها، الاحداث المهمه. المؤامرة كانت عبارة عن ايه؟ ان احدى الزوجات الملكيات للملك رمسيس الثالث عملت مؤامرة، قررت ان هي تختال الملك. ليه تختال الملك؟ قررت ان هي تختاله لان هي كانت عايزة ابنها او احد ابنائها ان هو يتولى العرش بعد ابيه، بعيدا عن الابن اللي هو المفروض اللي هو الوريث الشرعي. يعني ابنها ما كانش المفروض ان هو يورث بعد رمسيس الثالث، فهي قامت بحيلة او قامت بمؤامرة، والمؤامرة دي نجحت. ايوه نجحت فعلا، نجحت، تم اغتياله. بس الملك ما ماتش على طول، اصيب ومات متأثرا بجراحه بعد فترة من الزمن. البردية نفسها في تناولها للموضوع اتكلمت عن المحاكمة، اتكلمت عن سير العدالة، بس ما اتكلمتش عن مصير الامير اللي هو ابنها اللي هو المفروض كانت عايزاه يتولى العرش، ما اتكلمتش عن مصيرها هي، اتكلمتش عن مصير القضاء. غالبا القضاء دولت اللي حصل بيحصل معاهم في النهايه لما بيخطئوا بياخدوا خيار من خيارين، يا اما بينفذ عليه حكم سواء حكم الاعدام او ان هو بيسم، ياخد السم ويتناول السم، يتجرع السم بنفسه. وللاسف البرديه مش كامله في الجزء ده. احكي لكم حكايه طريفه كان حكاها لنا احد الاساتذه. الحكايه كالتالي، هو كان بيقول ان حارس نفسه سنة 1854 تقريبا حصل ايه؟ ان هو راح مدينة الاقصر، راح عند مدينة هابو اللي اتلقت عندها البردية، فقابل هناك تاجر من تجار العاديات، العاديات اللي هي الاثار. التاجر دوت عرض عليه مجموعة كبيرة من البرديات، عرض عليه تقريبا حوالي 74 بردية او ملفوفة كبيرة. فهارس ممكن كان ساعتها ما كانش يعرف المصرية القديمة، فما اعتناش او ما اهتمش ان هو يقتني الاثار ديت او العاديات ديت، وقرر ان هو ياخد البرديه الملونه. ودوت كان الحال مع اغلب المتاحف الاوروبيه في الوقت دوت، لان هم ما كانوش يتعلموا المصريه القديمه حتى بعد ما اشتغل عليها ونشرها جان فرانسوا شامبليو. فهو اشترى البرديه الملونه. البرديه دي بعد ما وصلت للمتحف البريطاني بعتوا السير وولس بادج دوت، ممكن نبقى نحكي عنها بعدين. المهم بعتوه عشان يشوف ويدور على التاجر دوت في الاقصر. فالتاجر اللي في الاقصر دوت عمل ايه بقى؟ هنا البلوى المسيحه. البلوى المسيحه اللي احنا ممكن نسميها بالخيانه العظمى للبلد وتراثها واثارها، ان هو عمل ايه؟ ان هو طحن البردي، طحن كل لفائف البردي اللي حولها لبخور. ايوه حولها لبخور. طبعا انتوا ممكن ما تصدقوش، بس هو لما بيتحن وبيتحرق بيعمل ريحه عطره كانه بخور. طيب هو حرقها ليه؟ ممكن حرقها عشان يبيعها كبخور، ممكن يكون كان شغال عطار ولا حاجه، بس الفكره ان احنا فقدنا جزء كبير من المعرفه ومن الحاجات اللي كانت ممكن تقول لنا حاجات كتير او ادله الحضاره المصريه القديمه وايه اللي حصل فيها وتطوراتها. فإنها بسبب إن التاريخ تحول في الفترة ديت لبخور. ممكن يكون كان اللي بيعمله الناس ديت أيام زمان زي
هاريس او بادج، ان هم لما بياخدوا الاثار ديت او بيشتروها كان بالنسبه لهم ده عمل، هم بيقتنوا الاثار وبيحافظوا عليها، في حين ان احنا دلوقتي القوانين سواء هنا او في بتجرم تجاره العاديات او الاثار، لان دوت انت كده بتسرق حضاره او بتسرق تراث بلد. فايا كان احنا متفقين او مختلفين معاه، ف البرديه معروضه في المتحف البريطاني حاليا، وهي برديه من اطول البرديات وكبير من تاريخ، ممكن يبقى متداري عننا لولا ان هو تم حفظها وتم دراستها ونشرها. لو حابين او عندكم افكار لموضوعات تانية حابين ان احنا تسألوا عنها واحنا نعمل عنها بحث ونعرضها عليكم، هنستنى تعليقاتكم وهنعرض لكم، هنحط لكم لينك في الفيديو تحت، لينك تحت بعد ما نخلص في اول كومنت، هنحط لينك لأطول بردية موجودة في مصر في الوقت الحالي، وهي معروضة في المتحف المصري، هتلاقوا الفيديو بتاعها بعد ما نخلص الفيديو دوت. لو الفيديو عجبكم مستنيين اللايك والشير. كان معاكم زين من موزاي كلاب، مع السلامة. ما بيعملش فنش.